مساء الخير. شهدت مدينة أريحة بغور الأردن بالضفة الغربية معرض للتمر بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد، يلي تحدث عن زيادة إنتاج التمر سنة عن سنة بالرغم الصعوبات يلي عم بيواجهوها المزارعين الفلسطينيين. ومن المتوقع أنه تبلغ الصادرات الفلسطينية من التمر حوالي 2000 طن بزيادة 1000 طن عن العام الماضي، واحتل التمر الفلسطيني مكانة مهمة بالأسواق الدولية، وبيبلغ القطاع الزراعي 5% من الناتج المحلي الفلسطيني. وبالعودة لطقسنا، أجواء خريفية متقلبة وهواء قوي نسبياً فوق المناطق الجنوبية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. هيدي أحوال الطقس يلي مسيطر على لبنان والحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط. أما رياح جنوبية شرقية قوية شوي وممكن توصل سرعتها لل 50 كيلومتر بالساعة بالمناطق الجنوبية. أما الرطوبة معتدلة والرؤية متوسطة وبتسوق بالمناطق الجبلية. أما البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة مياهه 23 درجة. أما ليلة طقسنا بلبنان غائم مع حرارة مرتفعة على الساحل ورياح جنوبية شرقية وممكن توصل سرعتها لل 50 كيلومتر بالساعة، وفي احتمال لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجبلية. أما الحرارة على الساحل عم بتسجل أدناها 14 درجة. لبكرة طقسنا غائم جزئيا صباحا وبيتحول لغائم بعد الظهر مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة اللي عم تتراوح ببيروت بين 14 و28 وفوق الجبال بين 15 و22 وبالأرز بين 4 و15 وبالبقع بين 12 وال 24 وبجنوب بين 14 و 27 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من مشوارنا من حلبة 16، البحصار 27، البربارة 25، درجة الأشرفية 28، ومن بعدها مثل ما ذكرنا الطقس عم بيكون غائم. القليعة 25، مرجع عيون 24، بكفية 23، بدنايل 22، اهدن 15، وكواخ 26 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 35 و65%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الريح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، وريح شمالية شرقية لجنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس لثلاث أيام اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. إذا الأربعاء بين 14 و28، والخميس بين 14 و29، ومكمل الطقس إلى غائم، والجمعة أقصاها 28 وأدنيها 12 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا مسقط 30، وأبو ظبي 30، الدوحة 29، تونس 24، طرابلس 23، وبنختم ببرلين 9 ولندن 14 درجة. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.